اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. خلوني ارحب بواحد من اساطير كره القدم المصريه وواحد من الرموز الكبيره في النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن احمد ناجي. ازيك كابتن مصطفى؟ ازيك يا ابو كباتة؟ ازيك يا حبيبي؟ سعداء جدا. وحشني والله جدا. انت اللي وحشني مع انك في بالي على طول والله. لا وانت بقى، انا على طول متابعك وعلى طول شايفك، لكن اشوفك كده يعني فيس طبعا فيس. احسن. ايوه اكيد. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. وانت بالصحه والسلامه ورمضان كريم عليك وعلى كل مصر يا رب. ربنا يخليك يا كابتن مصر. اولا ابدا بالاخبار الحلوه. الاخبار الحلوه النهارده كتير الحمد لله والشكر لله. من زمان قوي يا كابتن ناجي ما شفناش 50,000 متفرج في مباراه في النادي الاهلي. انا لسه كنت بتكلم مع الناس، وكابتن ناجي طبعا كان اساس من او عمود من الاعمده اللي كانت موجوده في النادي الاهلي في الوقت اللي كنت اتشرف بيه في التواجد في النادي الاهلي. كنت بتكلم مع جمهور النادي الاهلي دلوقتي وبقول ان احنا معلش يعني الجمهور، احنا بقالنا 11 سنه بنلعب من غير يعني طبعا من غير طعم. طبعا فالجمهور حاجة مختلفة، ملح الكرة. لا طبعا مشكورين طبعا وزارة الداخلية والمسؤولين عن الأمن في مصر على انهم يعني تقريبا دي ساعة كاملة للاستاد تقريبا، يعني يعني يعني, يعني الاستاد اكتر من كده شوية يعني، بس ولكن 50,000 دي اول مرة طبعا، وان شاء الله ما تبقاش اخر مرة. لان احنا بنروح اليمن، انا شفت نهائي كاس اليمن في 100,000. صحيح 100,000. العراق عندها مشاكل كتير جدا، لكن كره القدم لعبوا كاس الخليج الملاعب ارش كومبلي. صحيح. واحنا الحمد لله عندنا امن يقدر يامن اي حاجه وفي اي حته وفي اي مكان، يعني الامن بتاعنا قوي جدا. فان شاء الله تبقى دي بدايه لان استمراريه الجماهير في كل المباريات ان شاء الله. رأي حضرتك أيضا في تحرك المسؤولين في النادي الأهلي عن هذا الأمر، لأنه في النهاية كان للمسؤولين في النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي كان له دور كبير في هذا الأمر طبعاً. من أول يوم هم ناس مصحصحين وواعيين. وخلي بالك أنا من بعد مباراة الهلال وصن داونز بدقيقة كتبت كده. الإيه؟ بعد مباراة الهلال وصن داونز بدقيقة. أيوه. كتبت ان الكره في ملعبنا رجاله، مطلوب الاستاد يكون مليان كاملا. القطن بعد مباراه القطن بعد لا لا بعد الهلال وسان داونز. بعد الهلال وسان داونز اوكي. بعد ما تعادلوا يعني. فقلت كده بعدها بدقيقه. قلت ان شاء الله الكره في ملعبنا وان شاء الله هننافس وهناخد البطوله، ومحتاجين بس دعم ومسانده وجماهير تملى الاستاد كامل. ده حصل الحمد لله، وده يعني اعتقد ان ده الحقيقه تعاون كبير جدا جدا ما بين مجلس اداره النادي الاهلي وما بين الجهات الامنيه وحتى اتحاد كره القدم ووزاره الشباب والرياضه في الوصول لهذا العدد. اعتقد شيء رائع. هو انا طبعا فارق معايا النادي الاهلي، ولكن كمان فارق معايا اللي بعد كده يا كابتن. طبعا طبعا. المفروض عندك انت ثلاث اربع فرق بتلعب في المحافل الافريقيه. صحيح. عندنا ثلاث فرق دلوقتي في ثلاث فرق. يعني هيبقوا اثنين غالبا يعني. يعني ايا كان ايا كان. طيب. الكوره من غير جماهير ملهاش طعم. طيب قبل بس ما نكمل كلامنا خلينا نروح للمدير التنفيذي للنادي الاهلي دكتور سعد شلبي. اولا يا دكتور ازاي حضرتك؟ وثانيا كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه عيد ميلادك اولا وبمناسبه شهر رمضان الكريم. مساء الخير يا كابتن اسلام، ومساء الخير كابتن احمد. مساء الخير يا سعد بيه. طيبين دايما بصحه وسعاده. مساء الخير على جمهور النادي الاهلي ومشاهدين قناه النادي الاهلي الكرام. دكتور سعد الحقيقه يعني برضو كالعاده بنوجه شكر كبير جدا على هذا المجهود الرائع اللي من اول يوم. الحقيقه زي ما كان الكابتن ناجي بيقول ان احنا من اول يوم بنطالب كجمهور النادي الاهلي بالتواجد في استاد القاهره، ولكن مجهود كبير جدا جدا من مجلس اداره النادي الاهلي والقائمين على هذا الامر للوصول لهذا العدد في مباراه بنعتبرها مباراه مهمه جدا 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 وصعبه جدا جدا جدا. يعني زي ما حضرتك تفضلت كابتن اسلام، الحقيقه احنا بمجرد على طول ما انتهت المباريات الماضيه سواء كانت مباراه النادي الاهلي مع القطن الكاميروني او مباراه صن داونز مع نادي الهلال، في الحقيقه النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره في الحقيقه خدوا اتخاذ اجراءات سريعه وعاجله في الحقيقه بالتعاون مع كل المؤسسات الوطنيه المصريه في الحقيقه، اللي تبنت ايضا طلب النادي الاهلي بان تكون هناك حضور جماهيري بكامل ساعه الاستاد. وخلينا هنا نقول تخصيص شكر واجب
وزاره الداخليه المصريه في الحقيقه اللي تبنت طلب النادي الاهلي ولبته بان يبقى فيه 50,000 مشجع داخل جدران استاد القاهره في الحقيقه، ودي خطوه مهمه على طريق ان شاء الله عوده جماهير النادي الاهلي وجماهير كره القدم المصريه لمتابعه كل المباريات داخل الاستادات المصريه. وفي الحقيقه احنا كمان عندنا ثقه كبيره في كل الاطراف اللي بتتولى تنظيم هذه المباريات، سواء كانت وزاره الداخليه المصريه والقيادات الامنيه، في ان هي ان شاء الله تخرج بالمباراه بالصوره التي تليق بمكانه الدوله المصريه. وايضا احنا عندنا ثقه كبيره الجماهير نفسهم يا سعد بيه في فرح، زي ما الكابتن احمد ذكر دلوقتي ان جماهير النادي الاهلي دايما عودتنا على ان هي بتقدم صوره مشرفه نفتخر بها جميعا داخل الاستادات، وايضا حرصها على مؤازره وتشجيع فريقها طوال 90 دقيقه. في الحقيقه ده دايما احنا عهدنا بجماهير النادي الاهلي بالمثاليه اللي بتبقى موجوده فيها والصوره المشرفه اللي دايما بتفرج بيها جماهير النادي الاهلي وتشجيعها لفريقها بحرص وان هي تحقق اهداف النادي الاهلي. ان شاء الله احنا كلنا ثقه في هذه الجماهير الراقيه العظيمه اللي احنا يعني حريصين ان احنا نبذل كل جهد لانها تستحق ان احنا نبذل اكثر من ذلك ايضا في ان هي تكون موجوده داخل كل الاستادات المصريه. اعتقد يا دكتور سعد دي هتكون بدايه جديده لكره القدم المصريه، ان شاء الله 1 ابريل يكون بدايه جديده لكره القدم المصريه بعوده الجمهور، وكالعاده يكون النادي الاهلي كتف بكتف مع الجميع الحقيقه خلال الفتره القادمه لعوده الجمهور بهذا الشكل وباكثر من كده كمان لو يمكن. زي ما حضرتك تفضلت كده يا كابتن اسلام، دي هتكون ان شاء الله البدايه، وخلينا دايما نكون احنا كمان زي ما تعودنا من جماهيرنا بشكل عام وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص ان هي بتقدم النموذج والقدوه لكل الجماهير اللي موجوده داخل القاره الافريقيه، وده دايما احنا كان عهدنا بيه على مدار تاريخ النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي واحد من عناصر القوه بتاعت النادي الاهلي، عناصر القوه دي بالالتزام اللي احنا دايما بنشوفه داخل الاستادات، ايضا بالتشجيع المستمر طوال 90 دقيقه زي ما انا ذكرت، ويمكن ده كان واحد من العلامات المتميزه في تاريخ النادي الاهلي، وكان سبب رئيسي ايضا لكل الاجيال اللي مارست كره القدم باسم النادي الاهلي وتحت علم النادي الاهلي. ويمكن معاك واحد من الناس الجميله اللي مارست هذا اللي نالت هذا الشرف كابتن احمد ناجي، وحضرتك ايضا مارستوا هذا الشرف، وانتوا اكثر ناس تقدروا تقدروا الدور الرائع لجماهير النادي الاهلي اللي مسددتها. جماهير النادي الاهلي ايضا عندها ميزه يمكن بتميزها بشكل كبير جدا، تعرف امتى تساند فرقتها وتعرف امتى تدعم فرقتها وتعرف امتى تشجع فرقتها وتعرف امتى تشد من اذرهم، وده يمكن سمه مميزه لجماهير النادي الاهلي في الحقيقه. وان شاء الله ان شاء الله زي ما حضرتك تفضلت هتكون دي البدايه ان شاء الله في اللي جاي يكون افضل، وان احنا نقدر نعكس الدور الراقي للدوله المصريه ان شاء الله باذن الله في هذه المباراه، وربنا يوفقنا ويوفق لاعبتنا ان شاء الله ان هم يكونوا قادرين على تحقيق وتلبيه طموحات جماهير النادي الاهلي سواء كان داخل الاستاد ان شاء الله او اللي بتتابع امام شاشات التلفزيون ان شاء الله باذن الله. دكتور سعد، ايضا على الجانب الاخر اعتذر النادي الاهلي رسميا عن استكمال او عن كاس رابطه الانديه، لو تقدر تقول لنا كلمه في هذا الامر بعد قرار مجلس الاداره. يعني في الحقيقه مجلس الاداره اللي عندنا برئاسه الكابتن محمود كان حريص انه يناقش هذا الموضوع بعناية شديدة مع كل القطاعات المعنية داخل النادي الأهلي، وكان دارس كل الظروف المحيطة في الفريق في الفترة الماضية خلال الأربع سنوات الماضية، ويمكن كل الناس كانت متابعة تلاحم المواسم المستمر في الحقيقة واللي ألقى بظلال سلبية كثيرة على اللاعبين في الحقيقة. يمكن تعرضنا لعدد كبير من الإصابات وده كنا احنا شايفينه بشكل كويس جدا، والحاجه الثانيه ان في عدد كبير من ايضا لاعبي النادي الاهلي بينضموا للمنتخبات الوطنيه، واحنا بنشرف بده ايضا وبنبقى حريصين ان النادي الاهلي يكون له النسبه الاكبر طبعا في دعم ومسانده المنتخب الوطني بشكل كبير، وبالتالي يعني كان النادي كمان بيبحث في امكانيه الاستعانه ايضا ببعض اللاعبين من قطاعات الناشئين المختلفه، ولكن ايضا هي تمر ايضا بنفس الظروف، فكان القرار اللي صدر عن مجلس الاداره هو الاعتذار عن المشاركه في بطوله كاس رابطه الانديه المصريه. طيب
كده يبقى احنا لن نلعب في بطوله كاس رابطه الانديه خلال الفتره القادمه، وبالتالي اعتقد ان كل التركيز هيبقى ان شاء الله على بطوله الدوري وعلى بطوله دوري ابطال افريقيا اولا، ونهائي كاس مصر اللي هم الثلاث بطولات اللي احنا بنلعب فيهم حاليا خلال الفتره اللي جايه، بس عشان نبقى الموضوع واضح لجمهور النادي الاهلي. دكتور سعد معلش هنتقل بحضرتك لجانب اخر، ويعني اخبار مقر التجمع الخامس ايه؟ يعني احنا التجمع الخامس احنا ان شاء الله شغالين فيه برضه بجهد كبير في الحقيقه، والصوره بدات تكتمل بصوره نهائيه. يمكن الملاعب النهارده ملاعب كره الطايره، ملاعب كره اليد، ملاعب كره السله، الحمد لله في الخطوات النهائيه ان احنا نستلمها من الشركه المنفذه. جميع التجهيزات، البنيه التحتيه والخدمات اللوجستيه تم ايضا تجهيزها بالكامل، المنافس تم تجهيزها بالكامل. واحنا على فكره زي ما وعدنا كل اعضاء النادي الاهلي، مرحله التشغيل التجريبي بدات من منتصف شهر فبراير، وبنستقبل عدد كبير جدا من الاعضاء. كمان الجهاز الوظيفي لفرع التجمع اصبح تم تسكينه كله بالكامل، ويمكن انت النهارده حضرتك اي عضو محتاج ان هو يشترك في فرع التجمع ان شاء الله يقدر يقدم اشتراكه ويحصل على خدمه الاشتراك من خلال فرع التجمع، لان اداره الاشتراكات موجوده، اداره المخازن موجوده، كل الادارات المركزيه اصبحت موجوده، اداره الامن، اداره الصيانه، اداره الخدمات، كل ده اصبح النهارده تم تسكينه بالكامل، والفرع بيمر بمرحله التشغيل التجريبي. في حاجات في الحقيقه بتعكس النجاح الكبير لهذا الطرح اللي احنا بنفتخر بيه. ويمكن على الرغم، وخليني كمان يا كابتن اسلام اتطرق لنقطه لو حضرتك اتفضل يا فندم اتفضل. احنا كمان يمكن واحنا النهارده في مجلس الاداره المؤخر في الحقيقه كان النهارده ايضا بيستعرض التدفقات الماليه للنادي الاهلي خلال الفتره الماضيه والفتره المستقبليه فيما هو قادم في الحقيقه، نتيجه لان طبعا الظروف الاقتصاديه العالميه القت بظلال سلبيه كبيره واعباء ماليه كبيره على كل المؤسسات، ومنها المؤسسات الرياضيه وبالطبع استدراها النادي الاهلي. يمكن مجلس الاداره النهارده كان بيستعرض كيف يمكن ترشيد النفقات نتيجه للاعباء الماليه الضخمه التي بدات يعني يتعرض لها النادي، مش بس في قطاع محدد، ولكن ترشيد الانفاق ده نتيجه للظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها الدوله المصريه زيها زي اي دوله في العالم. صحيح. ده تم النهارده دراسته واستعراضه والتوجيه فيه بالمجلس الاداره لكل ادارات النادي ايضا وكل انشطه النادي، سواء كانت القطاعات الرئيسيه في قطاع النشاط الرياضي، في قطاع كره القدم، في الادارات المركزيه ايضا، وان ازاي النادي يقدر ينجح ان شاء الله في خطته الاستثماريه في ظل التحديات الاقتصاديه الكبيره دي اللي ارهقت يعني كاهل العديد، نتيجه لان دي متغيرات عالميه ايضا، ومصر واحده من الدول العالم، وايضا صناعه الرياضه بشكل رئيسي النادي الاهلي بتاثر بيها بشكل كبير جدا. وبالتالي كان النهارده واحد ايضا من الموضوعات المحوريه اللي استعرضها مجلس الاداره، ازاي يقدر يتغلب على التحديات الكبيره اللي افرزتها هذه المرحله والقت بتكاليف ماليه ضخمه جدا يجب علينا ان احنا نعيد النظر في عمليات الانفاق اللي احنا بنمر فيها في الفتره الحاليه وايضا في المستقبل القريب. ولكن ان شاء الله باذن الله احنا مستمرين في التجهيزات لافتتاح فرع التجمع بنفس الوعود اللي وعدنا بيها ان شاء الله كل اعضائنا باذن الله. كمان عندنا فرصه مهمه جدا، ويمكن ده من خلال منصتنا الرئيسيه او برنامجنا الرئيسي في قناه النادي الاهلي، برنامج حضرتك، احنا عندنا فرصه ان الناس تقدر تشترك في خلال الفتره اللي جايه وتلحق الميزه اللي قبل ما يتم تطبيق الاسعار الجديده اللي تم اعتمادها من الجمعيه العموميه، ويبقى في استفاده من السعر الحالي اللي احنا بنستقبل فيه اشتراكات الاعضاء اللي عايزين ينضموا لعائله النادي الاهلي. ده هيبقى لغايه امتى يا فندم؟ قدامنا ان شاء الله في حدود شهر ونص، ويتم تطبيق الزياده اللي تم اقرارها من قبل الجمعيه العموميه، لكن احنا تقديرا للظروف اللي ايضا بيمر بيها الاقتصاد العالمي وبالطبيعه الحال الاقتصاد المصري، كنا اجلنا تطبيق قرار الجمعيه العموميه حتى بدايه العام المالي الجديد، وده خلاص احنا تقريبا بنتكلم في حدود شهر ونص شهرين بكثير، وهيتم تطبيق دي زياده قدرها 100,000 جنيه. ففرصه ان الناس اللي عايزه يعني تنضم للعيله الكبيره عيله النادي الاهلي يبقى عندها فرصه للاستفاده من هذا القرار. طيب اخيرا يا دكتور قبل ما اسيب حضرتك، فيما يخص تذاكر المباراه
هل تم الاتفاق على اي شيء فيما يخص التذاكر ولا لسه قدامنا شويه في هذا الامر؟ يعني احنا على الرغم ان احنا لسه مخلصين مجلس الاداره من ما يقرب من 40 دقيقه بالظبط، احنا ما مشيناش من النادي لان كان الكابتن محمود حريص ان احنا ناخد الاجراءات بتاعتنا بشكل سريع جدا طبعا. احنا تواصلنا مع الشركه المالكه للحقوق في الحقيقه، وايضا هي المسؤوله عن توزيع التذاكر، وبعتنا لها الاعداد وفقا للاتفاق الأمن مع الجهات الامنيه في الحقيقه في كل الدرجات اللي موجوده في الاستاد، سواء كانت المقصوره الرئيسيه، سواء كانت المقصوره الاماميه، سواء كانت الدرجه الاولى يمين، سواء كانت الدرجه الاولى شمال، سواء كانت ايضا الدرجه الثالثه شمال، الدرجه الثالثه يمين، وبعتنا لهم النهارده الاعداد دي لسه من بالظبط من 40 دقيقه بعتنا الكلام ده هوت، وعندنا اجتماع في الصباح الباكر مع الشركه ان شاء الله لاخذ الترتيبات النهائيه وما يتعلق ب يعني اتاحه التذاكر من خلال منفذ شركه تذكرتي ان شاء الله. ان شاء الله دكتور سعد، ومره اخرى يعني كواحد من جماهير النادي الاهلي انا بشكر حضرتك وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي على كل هذا الجهد الكبير، ولكن احنا عندنا جمهور يستحق الحقيقه كل هذا الجهد يا دكتور سعد. اكيد زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، عندنا جمهور وعندنا اعضاء تستحق ان احنا نبذل كل غالي وثمين في سبيل سعادتها، لانها هي الدعم وهي السند وهي دايما اللي بتخلينا ننجح وهي اللي بتخلينا دايما نكسب، فاحنا عندنا استعداد ان احنا نعمل كل شيء في سبيل سعادة جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا دكتور سعد على كل هذه التوضيحات، شكرا جزيلا دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، والحقيقه لخص لنا كل الامور كابتن ناجي بكلام مهم جدا جدا جدا، ومره اخرى الحقيقه الناس كلها تستحق الشكر. لا يعني احنا تعودنا في النادي الاهلي ان كل الناس بتبقى سابقه خطوه وخطوتين. نعم طول عمرنا يعني النادي الاهلي بيعمل الاول، بيشتغل الاول والناس كلها يعني تيجي ورا بعد كده ورا. الحمد لله الناس يعني صاحيين، وطبعا من بعد ما بقى عندنا فرصه ان احنا نتاهل كل الناس اشتغلت، كابتن محمود ومجلس الاداره وكل الناس، والحمد لله ان هم وفقوا في ان هم الاستاد ان شاء الله يتملي، وان شاء الله مش مهم الاستاد يتملي بس، المهم شبكه الهلال تتملي ان شاء الله. ان شاء الله تتملي. لكن الحقيقه انا كنت محرج يعني اساله في موضوع ان انت بعت عايزين نعرف التذاكر بكام عشان نبدا بقى الناس كلها تخش، لان انا اعتقد ان هم لو نزلوا دلوقتي تذكرتي يعني بعد ساعه التذاكر هتخلص، التذاكر يعني طبعا. 50,000 100,000 هتبقى خلصانه، ولكن الحقيقه فوجئت ان هو بيقول لي الدكتور سعد انه ان احنا بعتنا ومنتظرين بكره في الصباح الباكر ان نظبط كل هذه الامور، وبالتالي ان شاء الله قريبا جدا سيتم الاعلان عن التذاكر وعن اسعار التذاكر وعن كل ما يخص هذه المباراه، لانها بالفعل مباراه مهمه جدا. كابتن ناجي، بما اننا بنتكلم عن مباراه الهلال، خلينا ناخد حضرتك للناحيه الفنيه. انا من الناس اللي شايف ان الناحيه الفنيه، او مش عايزين نتكلم في حاجه بره الكوره، ولكن عايزين نتكلم دايما في الملعب. في الاخر بعد كل الهيصه اللي بتحصل دي احنا وصلنا 11. نعم احنا وصلنا 11 بيلعب 11. ايوه طبعا. فبالتالي انت شايف انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. تفضل. في كره القدم اتفضل. كرة القدم عمرها ما كانت يعني واحد صحيح، او يعني بنشوف مثلا ليفربول بيكسب مانشستر يونايتد 7-0 صح، الاسبوع اللي بعده بيخسر من متزيل الجدول صح. أندية كبيرة جدا يعني ليفربول بيخسر من ريال مدريد 5-2 والاسبوع اللي بعده بيحقق نتيجة كبيرة جدا. فكرة القدم هي حالة اللاعب في يوم المباراة. اللي انا بقى مستغرب له ان في ناس طلعت تقول ايه ما يستحقوش التيشيرت، ازاي اللعيبه دي في النادي الاهلي؟ اللعيبه دي هي اللي وصلت كاس عالم للانديه وخدت ثالث كاس العالم للانديه مرتين، وهي اللي كانت بتكسب الدوري، وهي اللي كانت محققه نتائج كبيره جدا. محمد الشناوي كان عليه ضغط شويه، هو احسن لاعب في افريقيا مش احسن حارس، احسن لاعب يعني حاجه كبيره جدا. احنا ليه ما يعني ما بنعظمش من 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 الحاجه الحلوه بتاعتنا؟ يعني عندي يوم وحش، عندي حاله. كره القدم حتى في علم كره القدم بيبقى رسم بياني، فيه صعود وفيه ثبات وفيه هبوط. اوكي ده طبيعي جدا. طبعا بتخش فيها العمليات التدريبيه بقى وفترات الراحه والاستشفاء والحاجات دي كلها علشان تقدر من خلال المجموعه كلها تقدر
تاخد احسن حاجه من كل حد في الوقت المناسب بتاعه من خلال فترات الشغل وفترات الراحه والتدوير والحاجات دي كلها. اه طبعا. لكن الامور مش مزعجه ولا 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 فيها يعني. انا شفت ماتش الهلال والسان داونز، فرص كتير جدا للهلال في دفاع، في ثغرات كتير جدا وفي وتقدر تعمل وخلخله بشكل منظم، وتقدر تلعب عليه خطه لعب تستفيد منها. فلا يعني يعني النادي الاهلي فريق يعني قوامه وجهازه الفني وإدارته كل العناصر دي يعني أهم عناصر في القارة الأفريقية. صحيح. شئنا أو أبى الآخرين يعني الناس بتستنى، معرفش إيه السبب. مع إن دي أحلى حاجة في مصر والحاجة اللي بتفرح الناس في مصر، فلازم كل الناس تدعم وناس كل الناس تساند. أنا يعني حصلت لي مشاكل الأسبوع اللي فات أو العشر أيام اللي فات من كتر ما انا بسمع كلام غريب جدا. هو ده اللي انا شفت حضرتك مع فلان وهلال، هو ده النادي الاهلي اللي انتوا بتتكلموا عليه. بالزبط. ازاي يعني شفت ردك وانتوا بتقولوا شعر من خمس ايام بس، هو المستوى ده بينزل فجاه؟ الـ 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 يعني الاعداد البدني اللي طول السنه والمباريات المتلاحمه طول السنه، في خلال خمس ايام الفرقه فشلت ونزلت واتدمرت واتحطمت، ايه ده؟ ولكن الكلام اللي الكابتن ناجي بيقوله، ما اعرفش حضرتك معايا في هذا الامر ولا لا، لا يمنع ان هناك اخطاء. الاخطاء في كره القدم زيها زي اي حاجه في الدنيا. انا النهارده عندي حاله ممكن تبقى عامه في خطين من الخطوط او في ثلاث خطوط، فبتاثر على ده المجموعه. حضرتك اديتني مثل بالجيل اللي كان متواجد ايام مانويل جوزيه، لما قلت احنا كنا بناخد خمس بطولات في السنه، اتغلبنا من الاسماعيلي في الاستاد القاهره 3-0، خرجنا من الظراف السنغالي في دوري المجموعات، طلعنا من كاس مصر من اسمنت السويس في السويس واحنا في قمه مستوانا الفني. بس ده عادي بيحصل في كره القدم. هل يعني ال 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 الوقت اللي قضاه مانشستر يونايتد السنه دي من اول السنه لحد الماتش اللي اتغلب فيه 7، انت ممكن تتخيل بالمستوى اللي ظهر فيه مانشستر يونايتد بمباراه رائعه جدا بنتائج رائعه جدا وبقى دخل المربع وبقى الثالث، وبعدين في اليوم ده كل الناس كل الخطوط حالتهم حالتهم يوم المباراه. وده مش هيتكرر كتير، ده بيتكرر معانا في النادي الاهلي مره في السنه مرتين في السنه. لكن عندنا اساليب جوه النادي وفي الاداره وفي تقدر تغير كل الجهاز التقني والجهاز الفني، يعرفوا ازاي في مدير الكوره، كل الناس بتعرف تقوم تاني وتشتغل تاني وتلعب تاني وتكسب تاني. وعمرنا ما كانت في سنه ما فيهاش بطوله واثنين على الاقل. صحيح. طيب برضو مره اخرى، ده مش معناه ان احنا بنتقبل الهزيمه بهذا الشكل، لانه الناس كانت متضايقه من سان داونز. سريعا جدا، مش عايز اتكلم عن سان داونز ولكن هتكلم عنه. الناس كانت متضايقه من سان داونز من ان حاله اللعيبه يا كابتن ناجي ما كانتش، ما فيش قتال، ما فيش روح في الملعب. انت لعبت في جنوب افريقيا؟ لعبت كتير. طب ايه الاخبار؟ الحراره والجو الكلام ده قلنا، والهواء والحاجات دي كلها والاكسجين، والناس بتحاول. انت عارف انا امبارح قلت الكلام ده يا كابتن ناجي، قلت ان في بلاد كلنا يعني كلاعيبه كوره يعني اثيوبيا حطها على جنب، جنوب افريقيا حطها على جنب، والله العظيم ثلاثه اقسم بالله انا ما قايل متفق مع الكابتن ناجي على اي حاجه من الكلام ده، اصل الكلام ده انا قلته امبارح. قلت اثيوبيا حطها على جنب طبعا، لان انت بتحارب يعني ثلاث اضعاف مجهودك عشان تطلع مش احسن امكانياتك، الامكانيات المعقوله اللي تخليك تكسب، اللي هي لما في الامور العاديه بتاخد الخط ده رايح جاي كل مره، بتاخده مره وتعطل مره. صحيح. لان خلاص الجهاز الدوري التنفسي بتاعك في حاله اعياء شديده جدا. مزبوط. من ان انت عايز يعني تعمل له استشفاء تاني عشان تعمل سبرنت تاني، فالاجواء مش طبيعيه يعني في الاجواء مش بس ده برضو في حد ذاته مش كلام احنا بنقوله، لا احنا بنقوله عشان نقول للناس ان احيانا بيبقى في ظروف مناخيه وظروف فنيه وظروف حاله لاعبين، بيبقى في يوم وحش عادي جدا والفرقه بتقف والفرقه بتكسب. واحنا في البطولات اللي فاتت احنا في اكتر من بطوله ما تاهلناش اول مجموعه. لا كلها معظمها، لا يعني بطوله او بطولتين ما تاهلناش اول مجموعه، ومع ذلك خدناها. يعني كسبنا البطوله وحققنا البطوله، وان شاء الله هو ده اللي هيحصل السنه دي، وانا متاكد من الكلام اللي بقول.
كنت بشوف حضرتك الفترة اللي فاتت، معرفش أنا ما كنتش بحس إن أنت بتدافع لأن أنا عارف طريقتك. لا لا لا، ولكن كنت بشوفك يعني يا جماعة هو محمد الشناوي ده فجأة بقى وحش محمد، يعني أنتوا بتقولوا إيه؟ وأنا عارف كابتن ناجي هو بيتكلم ده بجد مصدق، يعني إن هو مش عارف إن الناس كانت بتنتقد الشناوي بشكل صعب. مبالغ فيه طبعًا، مبالغ فيه جدًا. مبالغ فيه الحقيقة. لأنه المسألة مسألة إن الراجل ده عند كل المسؤولين عن المنتخبات وعن الأندية وإحنا في كأس العالم وفي كل وقت هو نمرة واحد في مصر ونمرة واحد في أفريقيا. أحسن لاعب في أفريقيا. المسألة مش مسألة إن الشيزوفرينيا اللي كانت موجودة، يعني ناس كانت بتقول إن الشناوي ده يعني مكانة غير المكانة و و و وفجأة لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع حتى أنا يعني أنا بطمن عليه دايماً ومطمن عليه، ويعني مدرب المنتخب ده اللي هو اسمه فيتوريا ده يعني ده اكيد يعني مقيمه ان هو نمره واحد طبعا، ونمره واحد في اختيارات المنتخب. هل هياخد واحد يعني ما يثقش فيه ان هو يلعب مباراه دوليه او في اول مباراه رسميه ليه؟ فيعني المساله مش مساله ان احنا بندافع او ان احنا، وبرده عايز الوم على بعض الشخصيات اللي تربت جوه النادي الاهلي، لازم يبقوا محاسبين قوي على كلامهم ومحاسبين ان هم حتى لو انت يعني عندك كلام مش كويس فالصمت افضل بكتير من ان انت تتكلم. لا كابتن معلش، النقطه دي مهمه جدا، وحضرتك مش تقدر تكلم من اول الكابتن خطيب لغايه كل اعضاء مجلس الاداره بالظبط وتقول لهم ان في واحد اتنين تلاته طبعا، وده اللي احنا اتعلمناه منكم ان لما بيبقى في حاجه بتظل دائما في الغرف المغلقه طبعا. في حاجات حضرتك ميزه النادي الاهلي، ميزه كبيره في النادي الاهلي، في حاجات حضرتك بتبقى عارفها، في حاجات انا عارفها بحكم وجودي في هذا المكان، لكن ما اقدرش اطلع اقولها لانها امور خاصه بعيض يعني هتتقال في وقتها. وعلى فكره النادي الاهلي طول عمره مساله ان يبقى فيه بعض الهنات او بعض الاخطاء المقبوله جدا، فده نادر يعني انه يحدث في منظومه بقيمه النادي الاهلي اللي كل حاجه معمول حسابها مش للسيزون او للمواسم، يعني في 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 شكل مثلا التعاقدات مع اللعيبه الصغيره اللي هي عندها امكانات مهاريه معينه، ده ما تبصش تحت رجليك، ممكن ما يلعبوش دلوقتي، ممكن يكون عندهم فرص بعدين ان هم استمرار خمس سنين، بتعمل معاه عقد خمس سنين عشان ده هينضج يعني ورأي خبراء كتير. يعني مثلا كلمت مع الكابتن طارق دياب شكر في اللعيب التونسي الصغير ده كريستو شكر فيه جدا وشكر في مهاراته جدا، ولكن عايز قال النادي الاهلي هيبقى هيخدمه خدمه كبيره ان هو هينضج في النادي الاهلي. اللعيب الثاني بتاع الجزائر ده لعيب خطير جدا، يعني نوعيات مش عشان الشهر الجاي ولا الشهر اللي بعده، عشان المستقبل. النادي الاهلي طول عمره دايما بيفكر في الحاضر وفي المستقبل طبعا. طيب خلينا نرجع مره تانية لمحمد الشناوي. لو انت واحد متابع مش احمد ناجي، بتقيم الشناوي ازاي الفتره اللي فاتت بالكامل او من بدايه الموسم؟ بس انا عايز اقول لك حاجه، يعني برضو لازم الناس تاخد بالها ايوه انه كل 3 ايام مباراه، فيبقى في الشهر تقريبا 5 6 7 مباريات. صحيح. لو فيهم 3 اخطاء هيبانوا قوي، لكن لو انت عندك من اسبوع لاسبوع هيبقوا دول في 3 اشهر. فما بين هيختلف. ما بين الخطا والخطا هيبقى في مسافه كبيره. اوكي. فاهم انت ازاي؟ انا ما اعرفش الناس واخده بالها من المنطق لا لا ده. لا 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 ولا لا، لكن هي يعني الشناوي ما عندوش كوارث، يعني ما عندوش كارثه. يعني بيخطا خطا كل حراس المرمى في العالم ممكن يخطئوه. وانا يمكن ضربت لك امثله الاسبوع ده الاسبوع ياسين بونو واخد 6 جوان في 3 4 يعني مشارك في هو سبب مشارك يعني الفرقه كلها بتبقى يعني الحارس مش هو لوحده اللي بيتغلب طبعا، هي الفرقه بتتغلب او الفرقه بتكسب صح، بيبقى خطا مدافع ما غطاش، حد في المطارده ما كملش، حد غطى يعني حاجات كتير جدا تكتيكيه. تنصحه بايه بقى الشناوي يا كابتن في مثل هذا التوقيت؟ انا الشناوي ينصح مصر كلها. اوكي. دي شخصيه قويه جدا وجباره. اوكي. شخص قوي في الملعب وشخص قوي في اوضه اللبس وشخص قوي ان انا اديله مباراه اول مباراه دوليه ليه في كاس عالم
ضد اوروجواي. راجعوا للمساله دي، بس المساله دي صعبه وقويه. اتفضل. ان انا ادي له مباراه، اول مباراه دوليه ليه في كاس عالم ضد اوروجواي من ضمن فرق العالم الكبيره، ومسك ويطلع مان اوف ذا ماتش. صح. ايه الاعصاب الفولاذيه دي؟ ايه قوه الشخصيه دي؟ عايزين احنا نتكلم على ده، مش على انه عنده خطا ولا عنده كره وحشه ولا مش عارف. لا، كلام مش هو ده طبيعي. تقصد هو عادي جدا، عادي جدا بيحصل. المهم المحصله بتاعت السنه ايه؟ الشناوي لعب معاك كام موسم؟ 6-7 مواسم، خدت فيهم كام بطوله؟ هو كان ليه دور ايجابي في كام بطوله؟ احنا هو ده الحسابات المظبوطه. يعني مثلا عنده خلفيه وعنده يعني مع الناس يعني فيه ثقه كبيره جدا بينه وبين الناس، ان الاهلاويه الصح اللي فاهمين صح لازم يحسبوا الحسابات دي كده. ومش هو بس، كل الفرقه، ما في متولي غلط، وفي منعم غلط، صح، وفي هاني غلط، ال 11 غلطوا، كل الناس بتغلط. صحيح. وهيغلطوا وهيغلطوا. والمساله مش بتبقى النادي الاهلي ماده خصبه للاعلام. اوكي. وماده خصبه لحاجه انا بكرهها جدا دلوقتي اسمها الترند. ونسب المشاهده والحاجات المقرفه اللي انت عارفها دي. فانا بصراحه انا بكلمك بمنتهى الامانه. يعني انت عايز تكلمني مثلا في مداخله او تخش تاخد مني كلام، وتروح بيحصل معاك انت تحديدا الاسبوع اللي فات، وتروح مسخني عشان مثلا اقول حاجه مش مقتنع بيها. فده كلام مش، احنا لازم نبقى متحضرين اكتر من كده بكتير. ولازم يكون هدفنا واحد، ان احنا فرقه مصريه هي الامل الوحيد لمصر في بطوله كبيره زي البطوله الافريقيه اللي بتاهل لكاس عالم الانديه، اللي بتعمل سمعه لمصر. يعني تخيل النادي الاهلي رايح كاس العالم للانديه، ايه اللي بيحصل في الماركتينج وفي كل حاجه بتتغير. صحيح. طيب، بما اننا بنتكلم عن الشناوي، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن الذهب دائما لا يصدق. وحش. وحش صراحه. والله. حاجه ممكن. انا الشناوي بمرنه عنده 14 سنه. من اول ما جه من الحمول في قطاع الناشئين. والله العظيم انا من اول لحظه شفت فيها الشاب الجميل ده، وانا قلت ده جون مصر 10-15 سنه. والله انه كان، حتى لما ساب النادي الاهلي وطلع يكافح بره، شوف بقى قوه الشخصيه. رجع تاني ورجع المنتخب. صحيح انا كنت باخده في المنتخب من هو بتروجيت، وما رجع النادي الاهلي طبعا يعني اثبت للعالم كله ان هو خامه، يعني من افضل الخامات اللي ممكن تشتغل معاه في حياتك كمدرب للحراس. يعني هيكون له دور اعتقد مع المنتخب اكيد يعني في المباراه القادمه ملاوي. اكيد هو نمره واحد. هيكون هو موجود، لانه من اول فيتوريا ما جه لحد ما الماتشات خلصت، حتى الماتشات اللي كانت سهله جدا ما كانش بيدي حد. هو يعني كلها وديه. ف لا كان في مباريات يعني سهله كان ممكن يدي حد فيها معاه، ولكن هو ثقته فيه كبيره. احيانا انا ببقى واثق في الحارس ده في اللعب واشياء اخرى. اوكي. فهمني طبعا. طبعا طبعا طبعا. لان هي دي الامور اللي اعتقد. طبعا الملعب اهم حاجه، ولكن في حاجات تانية بيبقى ليها دور مهم في القياده وفي اوضه اللبس وفي شخصيته، شخصيتك نفسها، كل حاجه. وهو مميز جدا، مميز، ولسه قدامه انا بقول قدامه 7-8 سنين يلعب. بسم الله ما شاء الله. شناوي 34 سنة. 34. يعني مفيش حد دلوقتي في حراس المرمى بيبطل قبل 42-41. كل حراس المرمى في العالم كده دلوقتي. مفيش حد بيبطل قبل ال 40. فأنت شايف إن الشناوي يقدر يدي لغاية ال 40؟ طبعًا هيقدر يدي، هيكون ليه فرصة كبيرة جدًا يمشي مع النادي الأهلي. إن شاء الله كمان في عندنا بطولة مهمة جدًا اللي هي النخبة دي. دي هتبقى عنوان كبير للكرة المصرية، ولازم النادي الأهلي يبقى عامل خطوات كبيرة عشان يجهز نفسه للبطولة دي. السوبر. كأس العالم ولا السوبر الأفريقي؟ لا، السوبر الأفريقي. السوبر الأفريقي. طبعا. وبعد كده كأس العالم بقى في النسخة الجديدة في 2025. خلاص احنا ضمننا إن احنا موجودين. لكن الشكل بتاعها إن أنت هتقدر، هتبقى شكل مختلف خالص عن اللي احنا كنا بنلعب فيه ده. طبعا. فهيبقى 32 نادي، وأكبر 32 نادي في العالم، وهم الأبطال والأعلى تصنيفا وكل شيء، فبالتالي هتبقى فرصة يتعمل بيها تاريخ اكبر كمان من اللي اتعمل قبل كده في كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله للانديه. طيب، بما اننا بنتكلم عن حراسه المرمى النادي الاهلي،
شايف علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه. عندنا خمس حراس، عندنا محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف. مصطفى مخلوف صح. دول خمس حراس، خمس خامات. علي طبعا حارس كبير وكان بيتاخد منتخبات، ولما بتحتاجه بتلاقيه. مصطفى شوبير ده موهوب جدا جدا وشخصيه قويه جدا، يعني دايما بلاقيك بتتكلم عن الشخصيه. طبعا بتاع هي البوزيشن ده لازم يكون شخصيته قويه، يعني متفرده كده، وتحس ان هو تبص في عينيه مختلف، ما يبربش، واخد بالك. وبعدين حمزه علاء ده حارس كويس قوي، مصطفى مخلوف ده خامه حاجه ما شاء الله. فالنادي الاهلي خمس حراس عندك، وانا كمان يعني في القطاع فيه تاني. لكن الخمس حراس دول تقدر لو انت عملت اعراض لاثنين منهم ولا حاجه يجيبوا لك فلوس يعني. ولو احتجت منهم حد يرجع. لا يعني انت تقصد ان النادي الاهلي عنده هذا المركز لا متغطي تماما والله، ولا الهري اللي بيتهري ده فعلا. لا كله هبد. هاتلي يعني انت هاتلي اسم يخش في جوه دول، في وسط الخمسه دول. اوكي، ما انت بتعمل بقى تحليل للدوري والاداء الحراس في الدوري، فهتلاقي كل الناس عندها اخطاء كارثيه. بنسميها احنا السيلي ميستيكس، يعني الاخطاء الطفوليه ولا يعني. عندهم كلهم بلا استثناء. احنا ما عندناش كوارث، ما عندناش حارس عنده كارثه من الخمسه دول. لا من الخمسه انا عارف ان انت متابع لكل طبعا يعني شوطه من بعيد بس قويه جدا ما طلعلوش رد فعل. يعني مثلا مش كوره عدت من بين رجله وقعت ودخلت مثلا، لا اتشاطت كوره ما صدهاش. اوكي، بس الكوره اتشاطت يعني، فاهم انت ازاي؟ اتشاطت متشاطه جامد وكويس، ما وفقش فيه. أوكي، يعني مش الاخطاء اللي هي احنا بنسميها اللي هي في الحراس مصنفينهم تصنيف ثالث، اللي هو بيخطئ اخطاء مختلفه ومتشابهه، يجي يمسك في فترات قريبه من بعضها. لا ما عندناش احنا ده. أوكي، عندنا بيخطئ اخطاء يعني مختلفه على فترات بعيده. يمكن الفتره اللي فاتت دي عشان زي ما قلت لك الماتشات مضغوطه قريبه من بعض. لو حسبتها ماتشات هتلاقيها واحده يعني كل 20 30 ماتش، فهي كل 20 30 ماتش، ولكن بس الماتشات كلها ايه، كل 3 ايام. فعندك مثلا فتره 4 ماتشات في خطأين في 3 4 ماتشات، بس في 3 4 ماتشات دول في 10 ايام صح، بتقول ده بيخطئ كتير. لكن هي لو في الثلاث اسابيع مثلا هيبقى ماتش كده، وبعد 20 يوم ثاني هيبقى. يعني انا حساباتي ليا حسابات معينه كده، ببقى عارف ان انا اقلق على الحارس ولا ما اقلقش. اوكي، فانت من الجنب ده مش قلقان خالص؟ لا خالص 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 خالص. انت بس قول انا عايز مثلا ايه، اطلع حارس السنه الجايه اعاره، ال 18 نادي بتوع الدوري هيجروا عليه. 17 ان شاء الله. ان شاء الله مصطفى مخلوف. اوكي، هيروح يلعب هو اصغرهم يعني، مش هيروح يعني انا طبعا مش مش قصدي ان هو قال لهم يعني، لكن ال 17 نادي هيجروا عليه وهيعزوه وهيدفعوا فيه فلوس. لان بسمع برضو ايه، النادي الاهلي محتاج حارس، النادي الاهلي محتاج، ولا محتاج حارس ولا محتاج اي حد ولا محتاج لعيب. لكن الناس اللي موجوده في النادي الاهلي دي اي حد يتنشأ عليها. اي حد قعد ويهدوا في بيرسي تاو ده سنتين، وانا اقول اللعيب ده لعيب كويس جدا يا جماعه. اوكي، اللعيب ده عنده فنت مش موجود عند اي لعيب، اللعيب ده سرعته بالكره وتغيير اتجاهاته بالكره مش موجود عند اي لعيب، اللعيب ده مهارته وهو بيجري بيعمل بالكره كله. هو كان بخيل علينا شويه الفتره الاولانيه، بعد كده بس انت كفني شايف الامكانيات الفني يا كابتن، لكن في برضه. لكن هو قول لي مثلا ايه، ان الاصابات عطلته شويه مثلا، استحملناه الحمد لله لحد ما المكنه بدات تطلع قماش صحيح، واخد بالك، رجعته منتخب جنوب افريقيا مره اخرى. فلا يعني عندك علي معلول ده حاجه عظيمه جدا. لا علي عظيم فنيا وخلقيا وكل حاجه. ديانج ده حد عنده لعيب نص ملعب زي ديانج ده، اصل هما بيشككوا في الـ في الـ في الـ في الـ لا ممكن يفخ منك واحد صحيح عادي، ممكن انت تبقى مثلا بتبص بعد كده لكواليتي اعلى شويه عشان انت هيبقى عندك الانكم من البطولات اللي جايه اكبر، فانت ممكن تضحي شويه في الشراء بكواليتي شويه اعلى كمان. تبص مثلا لدوريات اوروبا او امريكا اللاتينيه والجنوبيه في كواليتي اعلى شويه، فممكن عشان الـ 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 يعني الدخول المدخولات اللي هتخش اللي هتجيبك اكتر، فبالتالي تدفع تضحي اكتر شويه، وده البيزنس بتاع كره القدم. اوكي، لا والنادي الاهلي في 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 هذه الامور الحقيقه يعني عمل ودفع وكان هيدفع، ولكن طب الكشف الطبي قال لي احمد ناجي مش قادر او اسلام مش قادر، اجيبه برضه؟
مش هينفع. لا 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 لا. ان انا في النهايه بعمل ايه يا كابتن؟ هو دايما حتى عايز اقول لك ان طب. ان تيري هنري ما قدرش يتوافق مع يوفنتوس ومع برشلونه ولم يتوافق مع برشلونه. هو الارسنال تيري هنري ارسنال. يعني في نماذج عندنا في العالم كله فيها ده صحيح. انت فاكر لما جبنا شيرنو بتاع اللي كان بيلعب في صح كان صح. مكسر الدنيا في مصر في الدوري مكسر الدنيا قناه جاء عندنا في النادي الاهلي مفيش حاجه بتحصل يعني ده امثله كتيره جدا ولكن يعني انت تشيرنو فالمساله مساله ان يعني سيبوا الناس تشتغل سيبوا الناس تفكر. والناس دي مش قليله. الناس دي ناس تقيله واتقل ناس بتفهم في الكوره في البلد صحيح. فسيبوهم يشتغلوا وادعموهم. وخلي بالك انت مش خسران حاجه في الدعم. انت نتائج الدعم طول السنين اللي فاتت نسبتها اكسلنت 100% مظبوط. كل سنه لازم تاخد بطولات استثناء الدوريين الاخرانيين يعني ليهم ظروفهم ليهم معروفين ليه انهاك غير طبيعي وتعب غير طبيعي وانت مش هتاخد ال 100% بطولات في اي مكان في الدنيا في العالم مش هيحصل ده صحيح صحيح. يعني ما احنا برضو يعني نادي الزمالك خد 14 بطوله 15 بطوله دوري مثلا 14 تقريبا ماشي. يعني احنا يعني في 14 مره ما خدناش الدوري صحيح. فهي عادي في كره القدم. اسماعيلي خد دوريين ثلاثه المحله خد دوري الاولمبي خد دوري. يعني في مش لازم يبقى عمياني كده ان انت تفرض الحاله العصبيه والضغط على اللعيبه. لا اللعيب لما بيلعب باريحيه وحاسس ان هو بيأدي اللي عليه وبيطلع احسن حاجه عنده التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. احيانا كنا بنوفق وانت معانا وكنا مع سلمان وجوزيه كنا بنوفق احيانا. صحيح. ما حضرتك اديتنا مثل ان احنا كنا بناخد كل البطولات واسماعيلي فريق كبير طبعا وكل حاجه ولكن اتغلبت برضو من الاسماعيلي في ظل وقت انت كنت لسه راجع من كاس العالم للانديه. كنا راجعين من كاس العالم للانديه فاكر احنا كنا راجعين كمان الميداليه اللي هي كانت البرونزيه على ما اتذكر بتاعت يعني. 2005 بتاعت تريكن او 2006 فانا بقول لحضرتك يعني ابو تريكه اغمى عليه في الملعب لو فاكر القصه انا فاكر اليوم ده كان مدرب كابتن صبري المنياوي كان كابتن صبري المنياوي مدير فني وبعدين قال لي يا ابني ايه ده انتوا جايين من كاس العالم. قلت لهم عشان جايين من كاس العالم كان اجهاد كبير جدا وبعد كده رجعنا المباراه اللي بعده. انا فاكر مستر مانويل لا العظيم كان ايام راح وخد مسك اللعيبه سلم علينا واحد واحد. انا كنتش بلعب ولكن كنت موجود في الاستاد. مسك اللعيبه وسلم عليهم واحد واحد وخدهم وراح بيهم للجمهور لو فاكر. فاكر طبعا. لا فاكر طبعا. نزل الملعب هو من المرات القليله يعني وعنده اللي كان برضو كنا مره بنلعب الزمالك 4-3 4-3 نهائي كاس طبعا. وامير كان شويه يعني برضو الناس زامت عليه راح واخده من ايده وراح بيلعب الجمهور. هو ده صحيح. علاج نفسي فوري في ساعتها ومره واحنا في كاس العالم جابه قال له بص انت هتلعب لما الحضري اتصاب قال له انت هتلعب عشان كان في نادر موجود يعني معنويات فوريه واعداد نفسي فوري يعني ما يعني بيقول له خلاص يلا نام انت هتلعب هو ده المطلوب من يعني من تجهيز اللعيبه. تجهيز اللعيبه دلوقتي في العالم كله في المودرن فوتبول بقى بشكل مرعب من الناحيه العلميه. تجهيز اللعيبه من معنويات اللعيبه والشغل على يعني الادراك الحسي والنفسي والحاجات دي بقى منظم جدا ومرتب جدا ومتوزع على جدول التدريب البدني والفني. يعني التدريب البدني والفني ليهم عدد ساعات والتدريب الذهني والنفسي ليه عدد ساعات. عدد ساعات كويس جدا. انا وده انا هختم بيه مع حضرتك لانه انت من القليلين جدا اللي معاهم البرو الوحيد تيالي ما اعرفش قول لي كمدرب حراسي يمكن يعني الوحيد صح فانت معاك الرخصه البرو. البرو دي اللي هي يا جماعه يعني البرو دي يعني اللي هي محاضر يعني محاضر اللي هو انت بتدي محاضره للناس أيوة او محاضرات لمدربين الحراس اللي بيتجهزوا عشان يبقوا هم المستقبل القادم وياخدوا الرخص اللي هي الاي والبي والسي والبتاع. شايف مستقبل تدريب مستقبل تدريب حراسه المرمى في مصر عامل ازاي؟ هو طبعا في ناس موهوبين جدا في حاجه اسمها الخبرات السابقه تمام اللي هو اتمرن مع 5-6-7 مدربين فشاف ده بيعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا فعنده حصيله تدريبات لا باس بها ليها اهداف. الاهداف دي بتبقى ليها توقيتات وليها ازمنه بس بدون دراسه ولكن اللي ضايع بقى من في المنظومه
أكاديمية التدريب اللي هو المعادلة بتاعت التدريب إيه بلس إيه يساوي إيه. الكلام اللي حضرتك قلته من شوية اللي هو يعني مثلا أنا عشان أنمي عنصر مثلا الرشاقة فيبقى أنا مش محتاج أشتغل أعمل بالانس ما بين القوة والسرعة. أوكي. إزاي أعملها إذا كنتش أنا أكاديميا مهيئ للمسألة دي؟ عشان مثلا عنصر الرشاقة ده بالنسبة للحراس ده مهم جدا. طب أخليه يقعد فترة طويلة محتفظ بكفاءته سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة. مثلا أنا عارف إن مثلا عنصر من العناصر بيكتسب بسرعة وبيفقد بسرعة، ده لازم أشتغل فيه كل أسبوع أو كل 10 أيام عشان زي عنصر القوة مثلا، ده عنصر بيكتسب بسرعة ويفقد بسرعة، إذا سهيت عنه يعني يلمس مع عناصر تانية. يعني إذا عنصر القوة ده راح، عنصر القوة جزء من يعني سرعة الأداء والالتحامات وحاجات كتير جدا، فلازم أكاديمية التدريب دي هي جزء كبير جدا من كفاءة المدرب. ممكن واحد تمشي معايا يعني مثلا إيه عارف شوية تدريبات وعارف حاجات ومش عارف إيه فبيعملها، بس أنا يعني لكن مرة لكن هو ده غلط، حتى لو مشيت معاه غلط. لازم يبقى من الناحية الأكاديمية مجهز نفسه بشكل كويس علشان يبقى المردود مضمون. طب يعني احنا ممكن نشوف يا كابتن، يعني احنا انا اللي انا شايفه دلوقتي ان في دورات A و B و C و رخصة A وكذا، دي حاجة وكذا كويسة جدا طبعا، كويس جدا ورائع، ولكن بدأنا يعني بدأنا بس اتأخرنا حوالي 80 سنة. 80 لا ست كام؟ 2016 لغاية دلوقتي. لا انا بتكلم على 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 انا بتكلم على حراسة المرمى. لا انا بتكلم لا حراسة المرمى احنا هل عندنا هل ممكن نلاقي حاجة عندنا حاجة متخصصة عندنا كده. اجتماع ان شاء الله الاسبوع الجاي مع الدكتور جمال محمد علي عشان نطلب من الكاف انه لان اسيا واوروبا والامريكتين وكل الناس عندهم يعني شهادات متخصصه. ده اللي انا بقوله لمدربين حراس المرمى، احنا لسه هنكافح ان شاء الله علشان كافح يا كابتن ناجي، لانه انت واحد من الناس اللي لا في حاجه تانية هم رايح على بالهم ان كل المدربين بيمشوا من شغلهم في اسيا في الامارات والسعوديه وقطر عشان ما عندهمش، عشان مش حاصلين على شهادات متخصصه. واتكلمت انا مع الدكتور جمال في الموضوع ده وان شاء الله هتتحل. كان كابتن شطه وهو موجود وكابتن محمود سعد كانوا بيسعوا، وبعدين جت الكورونا بقى والمساله دي وقفت الدنيا شويه، لكن ان شاء الله لازم يعني يبقى في حرص على برضه اكل عيش ناس يعني طبعاً. وناس شاطره وكويسه ومدربين كويسين بيمشوا عشان الجزائريين والتوانسه والمغاربه دول مؤهلين بشكل علمي اكاديميك صح كويس جدا، فبياخدوا الاماكن وبيشتغلوا. واحنا المدربين بتكلمني وبتشتكيني بمر الشكوى. والنبي يا كابتن حاول في الموضوع. لا ما طبعا ما حاول، لانه لا ما خلاص احنا دلوقتي بدانا مرحله تعتبر مرحله مش بطاله في الاهتمام بالمدرب. مدرب حراس المرمى دلوقتي شغالين في الرخصه ايه ماشي. يعني في طبعا مجموعه دكاتره هايلين صراحه، انا اعرفهم كلهم بالاسم طبعا واعرفهم كويس، بيشتغلوا في كل البرانشات بتاعه العلم علوم كره القدم الليفل 1 يعني اللي هو المستوى الاول. طبعا مدربينا كويسين وهايلين بس نفس الكلام يا كابتن، لكن لا مش نفس الكلام، لانه هو ما يقدرش يقعد على البنش في بطوله افريقيه الا ما يكون معاه الرخصه علي بقى، فكانت مشكله بالنسبه لهم. لكن هم طبعا دارسين ويعني عندنا مكافآت كبيره جدا وكويسه جدا، لكن هي الشهاده دي شرط انه تبقى المدرب الفرقه صحيح، فلازم انت تساعده بقى كاتحاد وكبلد. وفي نفس الحكايه مدربين حراس المرمى هنسعى ان هم حراس المرمى بقوا ليفلين بس مش ثلاثه. اوكي. يعني هم كورسين بتاخد انت الشهاده اللي هي تاهلك تشتغل على مستوى الفريق الاول والمحترفين وكل حاجه. ان تاتي متاخرا افضل من ان لا تاتي اطلاقا. الحمد لله. ان شاء الله انا هسيب مع حضرتك الموضوع، لو حبيت في اي وقت تكلمنا علشان نفتح الموضوع ده تاني لانه مهم جدا جدا جدا. انا طبعا يعني لانه الثقه في الدكتور جمال موجوده وهو متواصل معايا بشكل جيد جدا، وكان في اجتماع انا سبب تاخيره. اوكي. كان عندي ظرف خاص كده فاجلته. هو طبعا تعب في الدوره اللي فاتت دي، فياخد له بقى يومين مع اولاده شويه في اسيوط. صحيح. يريح شويه. يريح شويه. لا ده حقه. ويجي ان شاء الله نقعد بقى نتكلم في طبعا الكابتن فكري صالح، في كابتن فوزي ماير برضو من الكفاءات الكبيره اللي اتعلمت في اسيا واشتغلت في قطر طبعا فتره طويله، الدكتور ابراهيم البطل. يعني في مجموعه مدربين كبار وعندهم مؤهلين، يعني هنقعد وهنحط خطه
للرخص الحراس المرمى ان شاء الله. اتمنى لك يا رب كل التوفيق يا كابتن، وبشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. الله يخليك. ودايما بنحب نحكي. عايز اقول لجماهير النادي الاهلي الثقه الغاليه اللي يعني الوزاره الداخليه ادتها لنا، عايزين نستغلها بشكل كويس، نشجع الفرقه من اول دقيقه لاخر دقيقه. ماتش كره القدم 90 دقيقه بلس الوقت بدل الضايع. ونفضل نشجع الفرقه لحد ان شاء الله ما هنفرح مع بعض يا رب يوم السبت 1 ابريل ان شاء الله. يا رب. انا بشكرك جدا يا كابتن ناجي، والحقيقه دايما ببقى سعيد بوجودك معايا. الله يخليك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن احمد ناجي. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير.